السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح سعيد وبشركم بروكا بصحيحة وبالسلامة وبرزق التيسير. حنا دابا كنتواجدو حدا مسجد الكتبية اللي هو أهم الأثارات الموجودة في المدينة الحمراء، اللي هو الملد لجميع السواح اللي كيجيو مع المرشدين ولا بدون مرشدين ولا الوكالة ولا غير الوكالة، باش ياخذوا فكرة على هذا الصرح المهم اللي هو موجود في هذه المدينة. وقلت لماذا ما نتشارك معكم هذا المكان الجيد اللي هو قرب من جامع الفلا، واللي الناس كيجيو له من العالم بأسره باش يشوفوا الساحة ديال جامع الفلا، وباش يشوفوا هاد الأثارات المحيطة بالمسجد الكتبية. كما كتشوفوا الناس كيتوافدوا من جميع أنحاء العالم، هي اللي كتكون لو بوانتو ديبار، فحال في مدن أخرى اللي كتكون لو بوانتو ديبار هو القصر الملكي ولا المنظر الجميل، كتكون لو بوانتو ديبار هي مسجد الكتبية. وكما كتشوفوا السواح من العالم هما كيتواجدوا بكثرة، الله يقويهم ويجيب الله التيسير ويسهل علينا سيدنا محمد كفاء أجمعين. كما كتشوفوا الساحة جميلة، ولكن بالليل كتولي من أروع الساحات الموجودة هنا في المدينة الحمراء، لحقاش كتولي هاد الشحن ديال هاد المسجد الجميل كله المصلين للتراويح. كما كتشوفوا الناس هما كياخذوا الشروحات اللي هما بالمرشد، واللي بدون مرشد كيقراو الجايد بوك ديالهم كما كيقولوا. شوفوا هذا السطح الجميل، كما كتشوفوا هنايا هاد اللوحة الإلكترونية كيعطيو بعض الشروحات على الطول والعرض والمساحة. كما كتشوفوا حنا دابا حنا كنتواجدو في المحيط ديال المسجد، الناس كما كتشوفوا كاين اللي كيدخل من الجهة المامونية مع الحدائق ديالها. هذا الصرح الجميل، وإلا كنتو ناس جداد في القناة ديالنا كتزورو الصفحة ديالنا، ما تنساوش باش تخليو واحد تعليق. ديروا واحد سبسكرايب. الناس من العالم ما تنساوش الى زرتوا المدينة الحمراء باش تجيو للمسجد الكتبية.
جيو المكتب مشيت الكتبية وتقوموا بالزيارة ديالو، ولين هو لابد كيكون قرب الاتجاه ديالنا جميعا قاطعين هاد المدينة ولا الزائرين ديالها، لين هي ساحة جامع الفناء باش نشوفوها. مع السلامة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. كنا معكم من المحيط مجد الكتبية والمدينة الحمراء مدينة مراكش. مع السلامة، إلى فيديو قادم إن شاء الله.